اعتقالات واتهامات ليك وانك قد تكون عامل نصبه داخل الحركه. هذا لا هذا مش اتهام. هذا حساب خاص ولا حساب عبيد؟ لا هذا مش اتهام. هذا صارت انتخابات داخليه فحاجه كبيره بالنسبه للاحزاب السياسيه في البلاد، فالهينات نتاعها اللي موجوده. ثم ساعات مجموعه من الشباب محمد منا ساعات في الاعلام مكبرينه برشا برشا، منا هو منا واحد شاب منا حتى الصفه القياديه ساعات ياخذها بنوع من الافتكاك ربما تجرح شوي. كان ينتظر منا في نتائج خير من هذا، عبر بالطريقه هذه باش نقول للناس كلك في البلاد ما عنديش ماكينه ماكينتي هو تنظيم الحركه، انا من الناس اللي ساهمت فيه، دونك مانيش مضطر باش نعمل انتصاب للحساب الخاص، نخدم من خلال الاليات معنا نتاع الحركه. وما عنديش مزلنا للاسف الشديد ما وصلناش، عندي مجموعه اراء وافكار نعبر عليها في الشباب راهو مهم برشا نعبر عليها في الصفحات الداخليه. ما يفهم من تدوينه محمد غراد انك اليوم تقود في تيار رجعي داخل الحركه. شين كان محمد غراد راهو يسيب؟ لا ان كان لا محمد غراد، محمد غراد شاب لا يقل معناها مش حتى مش شباب المتميزين، برشا ناس متميزين اكثر منه، بقى يعمل معناها في برشا حس من هذا الموضوع الكل كي، وبقى ساعات سما شويه صناعه معناها فيسبوكي وكذا، وبقى للاسف الشديد في وقت من الاوقات ثم قيادات تاع حركه استعانت به وربما كبرت له شويه من راسه وكل شيء. من هذا هو الموجود. هذا ما يكاد فما خلافات، فما صراع اجنحه اليوم داخل الحركه عبد الحميد الجراسي. يا صراع اجنحه مع محمد غرادي هذيك معناها سي كوا معناها دايره، ردوا بالكم ودخلوا للشاب معناها تشوفوه في الحركه وتحدثنا قرن ونص، ثم تباينات، ثم حول إدارة الملف السياسي، حول الوضع الداخلي والانتقال القيادي، حول التموقع الاجتماعي، حول التموقع الثقافي، موجود الشيء هذا مازال ما تبلورش في شكل حساسيات أو طيارات، وبالتالي الناس اللي تقدمت الكل تقدمت بصفاتها الخاصة والشخصية، و النتائج نتاع الانتخابات تحتاج إلى قراءة سياسية حتى في داخل النهضة ذاتها تحتاج إلى قراءة سياسية.